بمناسبة بقى يا نوني كلامك عن الويك اند، ايوه فمن الحاجات الحلوة قوي قوي اللي ممكن نعملها هي قعدة البلكونة. ايه ده، ما بتحبيش تخرجي وتنطلقي وكده؟ بحب اخرج وانطلق طبعا، بس ايوه مفيش مانع كده من قعدة في البلكونة وقت المغرب لحد احلى بالليل، وقت. او يعني برضو في الصيف دايما كده بتبقى ليها احساس قعدة خاص البلكونة بتبقى طراوة. قوي. عايزة اقول لك يا رودي، والله والله برافو عليكي بجد. يعني انا عندي بلكونة في البيت وما بقعدش فيها خالص، مع ان قعدة البلكونة دي من الحاجات اللي اختفت تقريبا من معظم البيوت المصرية، بالرغم من انها زمان كانت حاجة اساسية في كل طبعا بيت. للأسف. قعدة البلكونة دي بالنسبة لهم حاجة غريبة جدا جدا، يعني ولا ليهم فيها ولا ليهم في قعدتها ولا ليهم ذكريات ولا فيها ذكريات؟ ايوه دي ولا ذكريات اي يا نوحة، حاجة، صح. بالرغم برضو من ان البلكونة ليها تاريخ طويل جدا عند المصريين. دي البلكونة دي يا جماعة من عهد اسماعيل باشا، انت متخيلة يا رودي؟ يا خبر، يعني من فترة طويلة جدا جدا، وبتهيألي يمكن ده اللي خلى السر في عمارات وسط البلد يا نهى، اللي احنا يعني بنبقى منبهرين بيها وبجمالها. البلكونات قد ايه كانت كبيرة. انا بقى من الحاجات اللي بتلفت نظري فعلا وسع البلكونة. طبعا. يعني شوفي احنا الايام دي البلكونات عندنا صغيرة، ايوه زمان لا، حاجة تانية وسقف عالي والبلكونة كده تلاقيها جميلة وطراوة ومنظمة معرفش ومرتبة. ازاي. مش عارفة مش بجد عارفة بجد، فعلا. يعني البلكونة دي من الحاجات الجميلة قوي. بصي بقى هحكي لك حكاية لذيذة جدا. الحكاية بتقول ايه؟ ان الـ البلكونة من الحاجات اللي موجودة اصلا في التراث الشعبي المصري، وليها حكايات كتيرة جدا مرتبطة بالمصريين، وده من الحاجات الحقيقة اللي شدتني وخلتني عايزة اعرف ايه حكاية البلكونة في مصر. ايه يا ترى؟ عرفت بقى انها ظهرت في عهد زي ما قلنا عصر اسماعيل اسماعيل باشا. باشا، لما قرر ان هو يخلي القاهرة باريس الشرق. استعان وقتها بمهندسين معماريين واخصائيين كلهم جايين من فرنسا ومن ايطاليا، ونفذوا تصميمات معماريه بشكل مختلف جدا، يعني شكل جميل قوي وحقيقي شكل مختلف. ومن هنا بدا ظهور البلكونات. اختفت بقى المشربيات، يعني عهد المشربيات كده خلص خلص. خلاص. ها، والمباني إيه كان وقتها؟ المباني دي كلها كان يعني دايما التصميم المباني بيعكس فكر المصممين اللي هم الأجانب، فطبعا دي برضو كانت من الحاجات اللي كانت ملفتة جدا للنظر، طبعا. فبالتالي ده أثر برضو على تفكير وثقافة وتقاليد المجتمع المصري. طبعا يعني ما كانتش مجرد إنها حاجة بس إيه شكلها حلو وخلاص، لا ده أثر عليهم في حاجات كتيرة قوي. من هنا بدأت بقى يا رودي حكاية البلكونة بتصميماتها، طبعا التصميمات يعني الجميلة بقى التصميمات كمان كانت مختلفة جدا مختلف. وكلها ابتكارات، وكل يوم بقى ايه شكل جديد وشكل مختلف وكده. ويمكن لغاية النهاردة احنا بنشوفها في عمارات وسط البلد، صح العمارات طبعا. القديمة الحلوة اللي زي ما انت كنت بتقولي اللي سقفها عالي، تصميماتها المختلفة والسقف العالي برضو، وكانت بتعتبر حقيقة أهم جزء في الشقة، وكانت كمان المتنفس الوحيد. يعني ايه، مش لازم ان العيله كلها تخرج تخرج، وكده صح. اهو، لا كانت الاسره كلها بتجتمع، وفعلا هي دي بتبقى المتنفس الخارجي في كل البيوت، سواء البيوت الغنيه او البيوت الفقيره، يعني بغض النظر عن طبعا هي الفئه ملهاش علاقة، هي فكرة خالص. التجمع في البلكونة، الذكريات، ان الواحد يقعد كده يشرب كوباية الشاي ولا يجيب سبرتاية القهوة مثلا، شوية ذكريات حلوة. ودلوقتي بقى في الشوايه كمان في البلكونه. والشواية طبعا دي حاجة مهمة جدا الحقيقة. بالظبط. بس المهم بقى مقاس البلكونه، يعني زمان كانت ما هي دي البلكونات ايه الفكرة. شرحه وبرحه. ايوه البلكون دلوقتي الناس كمان بقت تقفل البلكونات، يعني لو صحيح تلاحظي بقوا يقفلوها وتبقى صح. احيانا جزء من الشقه، فالواحد بيحس انه لا، ده جزء مهم جدا ما ينفعش يعني نهمله.